تحت رعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، افتتح الأسبوع المغربي البحريني للصناعة التقليدية. هذه الفعالية ستكون منصة للحرفيين من المملكتين لتبادل الخبرات ودمجها لصنع منتجات جديدة مميزة، إلى جانب ورش عمل للحرفيين، حيث تروج هذه الفعالية أيضا للمقومات السياحية لمملكة البحرين وما تتميز به من إمكانات سياحية جاذبة للاستثمارات من المنطقة والعالم، بما يتواكب مع توجهات الحكومة الموقرة إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة. هذا وقد تم التوقيع على برنامج العمل التنفيذي للسنوات الثلاث القادمة، والذي يشكل الإطار الأمثل لتفعيل هذا التعاون في أحسن الظروف، بما يعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين تنفيذا للتوجيهات السامية لقيادة البلدين. يذكر أن المعرض يفتح أبوابه بدءا من الأول اليوم وحتى الأول من أكتوبر على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. اليوم المملكة المغربية عندها 2.5 مليون حرفي يعيش من وراء الصناعة التقليدية، ولهم باع طويل في هذا المجال. فاليوم عندنا 23 حرفي من المملكة المغربية، ووازيناهم ب 21 حرفي بحريني مع بعض. هذه فرصة بأن يتعلمون من بعض، وفرصة للتدريب، وفرصة لتسويق وترويج هذه المنتجات. لأول مرة مركز المعارض يحضر مثل هذه الفعالية مختصة في الصناعة التقليدية، وهناك بيع وشراء، فهذه داعم للحرفي البحريني. وإحنا في نهاية اليوم نبي الحرفي البحريني أن يعيش من وراء هذه المهنة، ويكون له مصدر دخل، ويكون استدامة في العملية. تنظيم هذا المعرض اللي هو معرض مشترك ما بين صناع مغاربة وصناع وحرفيين بحرينيين، هو مناسبة لتعريف بمنتوجات صناعة تقليدية ديال البلدين، وهي أيضا مناسبة لتبادل الآراء والخبرات والمهارات. وشفنا بأن كاين أروقة اللي فيهم مشتركة ما بين الحرفيين، ومنتوج مشترك. تم توقيع برنامج تنفيذي لتفعيل هذا التعاون ما بين القطاعين وما بين البلدين.